وجولة تفقدية للواء أركان حرب توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية ومعاه محافظ بني سويف قاموا بتفقد مشروع تطوير القرى، المشروع اللي هتنفذه القوات المسلحة. كمان كان في زيارة منهم لعدد من مدارس المحافظة وقاموا بتوزيع الأدوات المدرسية على الطلبة. نتابع. في إطار الخطة الموضوعة لتقديم الدعم الكامل للقرى بالمحافظات، جاء الدور هذه المرة على قرى تابعة لمحافظة بني سويف، وتفقد قائد المنطقة المركزية العسكرية بمصاحبة المحافظ العديد من المدارس ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في التنمية. النهاردة احنا في قرية من ضمن القرى اللي تخصصت بالتنسيق مع المحافظة ان يتعمل فيها مشروعات، قوات مسلحة بتقوم فيها في مشروعات، واحنا بدأنا فيها من اول ثلاثة، يعني بقالنا اربع ايام النهاردة، وهيتعمل في القرية دي مشروع لصرف صحي كامل للقرية، وهيتعمل فيها محطة معالجة، وهيترصف للقرية دي حوالي 2 كيلو رصف. ده قرية من ضمن ثلاث قرى اللي متخصصين في محافظة بني سويف، ده بالإضافة للمحافظات الأخرى. كل أجهزة الدولة بالنازلة وبتخدم وبقوة وبجدية، وإن شاء الله كل الأمور بتتاخد بس بخطوات، يعني ناخد بس وقت بخطوات، بس في خطوات جادة وسريعة بإذن واحد أحد إن شاء الله. دور كبير لعبته القوات المسلحة في تلبية احتياجات المدارس من أدوات مكتبية وأجهزة كهربائية. خصصوا مكان للوحدة الصحية وطلع القرار بتنفيذها برضه، وجابوا مكان التصوير وكمبيوترات وكتب. اللي بيحصل ده حاجة حلوة، احنا أول مرة نشوف قوات مصر منورة البلد هنا، يعني حاجة من قوات مصر ربنا يحميه وخلي السيسي وخلي البلد منور. تم اختيار القرى بالتنسيق بين مجلس الوزراء والمحافظات، وجاء تكليف القوات المسلحة من رئيس الجمهورية بالإشراف على التنفيذ والمتابعة من خلال تعاقد مع شركات وطنية تساهم في تشغيل أبناء القرى. مبادرة القوات المسلحة على دعم ومساندة كل القطاعات وخاصة قطاع التعليم ما هي إلا رسالة للمصريين على مدى حرصها على الشراكة في التنمية.